بلقيس جمهور من مختلف الجنسيات، غنيتي له بمختلف اللهجات، خبرينا عن الجمهور اليوم، انت واقفه على المسرح وعم بتشوفي، انا بعتقد هذا الحفل الاكثر جماهيريا اللي صار. مزبوط، هو يعني حفلاتي بشكل عام دائما تجمع كل اطياف الوطن العربي. وانا هذا الشيء يسعدني، انا كفنانه رسالتي اوحد العالم العربي كله في مكان واحد باسم الفن وباسم الموسيقى وباسم السعاده وباسم التسامح، باسم كل القيم اللي تنادي فيها دوله الامارات. لكن انت بتقولي شايفه الجمهور، كنت طايره مثل فراشي. ميشيل كمان عملتوا دويتو كتير حلو اليوم هيك، خاصة وقت غنيتي للخريف. أكيد خبرينا في شي عم يتحضر أنت وميشيل خاص، وكمان أغانيكي بتوزيع وبنكهة ميشيل كيف كانت؟ أنا أشوف أنه توزيع ميشيل فاضل لأغنياتي اللي طابعها خليجي مختلف، يعني يعيد وضع هذه الأغاني على الخارطة عندي من أول وجديد بشكل جديد. لأ سمعتوا أنتروز ما بعمرنا سمعناها، ما بعرف من وين جابها وكيف ركلاجة ما بعرف، بس أنه يعطيه ألف عافية. ميشيل بيني وبينه تعاونات قادمة في أغنيات جديدة جدا، وفي نفس الوقت في عندنا توزيعات من أول وجديد لكل الريبرتوار تبعي، كل الريبرتوار تبعي حيعاد توزيعه مع ميشيل فاضل. شو كنت حاسة أنت عم تشوفي ميشيل اللي عزف ل كبار وعمالقة الفن العربي عم يعزف لك على المسرح بحب وبشوق وبكتير شغف؟ أنا مبسوطة وسعيدة ومتشرفة جدا، لأنه ميشيل مثل ما تفضلتي يعني عم بيجمع أجيال، يعني جمع أجيال العمالقة فيروز كاظم الساهر جوليا بطرس وغيره يعني، واليوم وقفته مع فنانة شابة زي يعني ما بعرف out of this world. أنا ما في حتى ما بتوصف بالكلام، أعتقد سمعتوه very very added value يعني much much added value. بلقيس شاب فناني شاب عم بتحقق نجاحات صاروخية، سؤالي غريب حفل مثل جوي أوردز يكون في فنانة مرشحة لأفضل فنانة وما اسمك يكون موجود مع كل هالنجاحات اللي حققتيها مؤخرا؟ أنا كمشاهدة وكمتابعة لبلقيس وتاريخك الفني ومؤخرا شو عم تعمل إنجازات استغربت، سألتي حالك هيدا السؤال ليه اسمك ما كان مطروح بين الفنانات الأفضل؟ شوفي عشان نكون منصفين، اسمي كان موجود في التصويت وبعدين تشال من التصويت، ما أعرف إيش اللي حصل بصراحة، ولكن أنا من خلالكم اليوم أقول لهم ألف مبروك على الجوي أوردز، ألف مبروك على التنظيم الأكثر من روعة، شفناه كلنا في السوشيال ميديا وشفناه في التلفزيون، وألف مبروك لكل الفنانين اللي كانوا حاضرين وتكرموا، بيستاهلوا عن جد، لأنه كلهم في منهم أسماء حقيقي تعبت وتستاهل هذه الجوائز، وإن شاء الله أنه نصيب يكون معهم في المرات الجاية. ما حالفني الحظ أنا هذه المرة، وأساساً بكل الأحوال كان عندي التزام، وبيني وبينك ما توجهت لي أيضاً الدعوة، وبكل الأحوال أمس كان عندي فرح لأسرة آل نهيان الكرام، واليوم أنا عندي حفلة في الإكسبو، عرفتي؟ فهي كلها على بعضها ما مشت يعني ما ضبطت، إن شاء الله يا رب تضبط الأيام الجاية. بلقيس لمين بتقولي توحشتك؟ بزاف ابني تركي يا اختي، والله صار اليومين مشغول عنه حبيبي. بتحكي مغربي من بعد صابره والنجاح اللي حققته؟ لا 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 بحكي بلهجتنا، ما بحكي يا مغربي. لا صابره حقق كثير نجاح، ولكن مع كل الاصدارات الاخيره اللي عملتيها كان في كثير عنفوان وتحدي وومن امباورمنت، واجت صابره عم تعترفي بكسرتك على غياب الحبيب، كان مقصود انك تغني للحبيب بكسره بعد التحدي الكثير اللي شفناه مؤخرا باغانيك؟ نحن النساء حالات، ايوه عرفتي احنا اب اند داون، بنحب وبننكسر، سو انا بدي اعبر عن هالفئه كمان.
مش بس فئه الست القويه اللي المستقله، مو غلط ترى، انا عبرت عنها في اغنيات كثيره، ولكن جاء وقت انه نحن يعني نعبر عن حبنا كمان، ما نحن كمان بنحب سم تايمز مغروم واحد حاليا. يا ريت ان شاء الله قريبا. في عمل مصري تاني عم يتحضر ولا تحضر ولا خلص؟ خبرينا. في عمل تحضر من سكراتش مع عزيز شافعي، وهلا نحن خلال الاسبوعين القادمين رايحين على مصر نصور العمل. ان شاء الله يا رب انه ينال الاستحسان. في عملين حتصوروا في مصر، عمل خليجي وعمل مصري. فيك تقولي لنا شي جمله، جملتين، ثلاثه، اربع، خمسه من هالعمل الجديد؟ الغنية انا سبق صرحت اسمها حنتدلع، ها نتدلع، بس ما في احكي لك قصتها عشان ما تخرب. هي بتقول تلات الليلة في كل شهر دي طلباتي ما فيش غيرها. شوف عاد ايش الطلبات، ما بس حقول الطلبات. 30 ليلة في كل شهر دي طلباتي وما فيش غيرها، مش حقول شو طلبات. 1 2 3 4. قنوعة قنوعة ابدا. بليس منحبك باللبناني، بالمصري، بالخليجي، بالمغربي، بكل لهجات العالم. شكرا لوجودك عبر اليوم على الحرة، وشكرا على الحفل الرائع. شكرا، الله يخلي لك. جيد ذكرك تحبلي بايامها. ميرسي، ثانك يو كثير، لاف يو.